تقدم اللجنة الأمنية ببعثة الحج البحرينية جهودا كبيرة لخدمة حجاج مملكة البحرين في المشاعر المقدسة والتيسير عليهم في أداء مناسك حجهم. للاطلاع على أوضاع حجاج المملكة معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة النقيب أحمد الأحمد عضو اللجنة الأمنية ببعثة الحج البحرينية. مساء الخير النقيب أحمد، ولو تطلعنا والسادة المشاهدين كيف سارت خطة نفرة الحجاج حجاج مملكة البحرين إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى ورمي الجمرة الكبرى، وما هي إجراءاتكم في الأيام المتبقية لموسم الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور وكل عام وانتم بخير ومملكة البحرين بخير. طبعا تم الاتفاق مسبقا مع قائد محطة عرفة 2 تابع لقوات أمن المنشآت ووضع خطة التفويج حسب التوقيت المدرج لمملكة البحرين، ووضع خطة السير الحملات البحرينية مع التأكد من بوابات قطار المشاعر من عرفة إلى مزدلفة، وبالتوقيت الزمني الخاص لحملات مملكة البحرين لخروجهم إلى الممرات المخصصة، حيث قسمت مخيم البحرين حسب الخطة الأمنية إلى 3 مجموعات ألف وباء وجيم. ورغم نزول الأمطار قبل التفويج بساعتين فقد تمت المتابعة من الأمن السعودي والتأكد من خطة التفويج ومن ثم التفويج الحجاج حسب ما تم الاتفاق مسبقا. أما من ضمن الخدمات التي تقدمها اللجنة الأمنية لخدمات أصحاب الحملات الحج البحرينية وحجاج البحرين هو التأكد أولا من إجراءات السلامة واستقبال الحجاج الغير نظاميين من الدخول الأراضي الخاصة بحجاج مملكة البحرين، تسجيل جميع المخالفات التي تخص المخيمات وخطة التفويج. كما أن اللجنة الأمنية تقوم بالعمل الفعلي في محطات القطارات في تفويج حجاج البحرين حيث الانتهاء من تفويجهم ومن ثم متابعة أمورهم الأمنية والسلامة في مخيم مزدلفة ومخيم منى. نعم النقيب أحمد الأحمد عضو اللجنة الأمنية ببعثة الحج البحرينية، شكرا جزيلا لك وبارك الله مساعيكم وجهودكم.